السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. في البداية وحنا كنتواجدوا في شارع الحسن الثاني والأشغال والتغييرات وبزاف الحويجات، كنقول لكم دعوا بالشفاء لعاجل لأحد عمال الشركة المكلفة بالأشغال اللي وقعت له حادثة شغل هناك من يتكلم عن كسور أو ما شابه ذلك مع أحد الآليات اللي كتدك لنا الأرض. نسأل الله الشفاء له في القريب العاجل. كما كتشوف هنا الطريق عامرة بالآليات، الأشغال في كل مكان. نسأل الله السلامة للجميع، العمال ديالنا اللي خدامين ردوا البال، الله يجازيكم بخير، لأن من شفنا السيد مسكين كيتألم وكيتوجع بعد ما وقع له الحادث، الله يشافيه ويعافيه ويردوا له وليداته سالم كما كنقولوا. فالأشغال الحمد لله قطعت الجهة الجنوبية في اتجاه مدينة الصخيرات، حدا مدرسة ولاد سلامة، حدا المشروع ديال الحمد، حدا بالقرب من المدار ديال اللي كيطلع لتمسنا. انا عندنا واحد الرافعة، اشنو كدير هنايا؟ غادي نكتشفوا وقال كتهبط لنا شي حاجة. انا يعني كنقول الاخوان السائقين والاخوات السائقات يردوا البال، لان كاين خدمه كبيره كدار هنايا. واخيرا غنشوفوا طرقان بلا غيس، بلا تكرفيس، بلا غبره، غنشوفوا امور اللي زوينه بعمليه التشجير بالكازو في الجناب ان شاء الله. علاش لا؟ نشوفوا حويجات اللي هي زوينه. كنتمنوا من الطريق تحل، انا طلعنا لجهه لي بروجي اللي على اليمين، كنشوفوا لي بروجي والطرقان ما كاينينش هنايا في عين عتيق. فكما كتشوفوا هنا بالضبط، هنا 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 راه تقدر تكون عندنا شي رون بوان هنا ان شاء الله، طلعنا الفوق ولا شي حاجه. هنا كيهبطوا لينا القوات لتحت. ياك سي خدمه كبيره هنا خدمه كبيره اخوان. بشويه عليكم، الله يجازيكم بخير باش كل شيء يمشي مزيان ان شاء الله. السلامة للجميع. الأشغال على قدم وساق الحمد لله. نهار من بعد نهار كنشوفوا تغييرات مهمة هنا من أمام مؤسسة ولاد سلامة، مدرسة ولاد سلامة اللي جات لنا قدام مشروع الحمد. البلاصة هذه خصها شي محطة زوينة، الناس كيبقى يتشمشوا هنايا، خاص شويه التنظيم هنا. صحاب الطاكسيات راه ما كاين، وقف فين بالك ودير كيما قال لك راسك وصافي. واخا ما كنعمموش، كاين البعض اللي صراحه كيراعيو الامور. كما كتشوفوا على طول الشارع، على طول الشارع كاين اشغال، كاين شويه ديال لومبوطياج، هادشي عادي جدا ان شاء الله. في بحر هذا الصيف هذا سالي الاشغال ديال هاد الشارع هذا، ونشوفوه في حله جميله ان شاء الله. وغادي نوليو نشوفوا طريق اللي زوينه بزاف من الرباط العاصمه في اتجاه بوزنيقه مرورا بمدينه الصخيرات. هنا راه عندنا واحد الطريق طالع على اليمين هنايا، كنتمناو من الله الطريق تحل بهذا الاتجاه هذا، راه كاين طريق هنايا. كنتمناو من الله تعاجل الامور ديال الناس اللي باقي عندهم البني ديالهم تما، وتقدر الغرض ما فهمتش انا عمارات وسط الديور تما، داكشي ما فهمش. يعني الناس اللي غتسوى الوضعيه ديالها، تسوى الوضعيه ديالها، دوز العمليه ديال هذا متقاد الامور، والله يسخر للجميع. هذا هو اللي كاين، لان يعني الناس باش كتلقى مشكل كبير باش تدخل للسكن ديالها باش تنوض تقضي المصالح ديالها، وما يمكنش. تحية لرجال الدرك الملكي، خدمة كبيرة. شو تبارك الله، مساكن خدامين تحفروا، الله يكون معاهم، الله يكون معاهم والله يقويهم. هادشي اللي غنقولو، الله يقويهم. طرد الخبزة الإخوان، الله يسخر يا ربي. أكيد أكيد جماعة عين عتيقة تعرف تغييرات مهمة، والسيد الوالي اليعقوبي، السيد الوالي اليعقوبي تعليمات صارمة من أجل الخروج في القريب العاجل بأشغال اللي تعطينا صورة جديدة. شوفوا معايا الإخوان، راه تم إلغاء الطريق اللي كتواجد في الوسط، راه تلغات وراهم كيكربطوا فيها دابا.
يعني الامور دخلت للمراحل الحاسمه. شوفوا معايا هنا، شوفوا معايا هنا، راه كنظن كتبان لكم الصوره. الشانطي هنا الوسط دابا كيكرطوا فيه، الشانطي كيكرطوا فيه الوسط كما كتوضح لكم الصوره. عمليه الحفر عندنا في اليمن، خدمه كبيره كدير تبارك الله ما شاء الله. اللهم يسر. يعني دخلنا لمرحلة الحسم، أكيد الطريق غادي تشارجا من جهة وتقاد من جهة أخرى، باش إن شاء الله عما قريب نشوفوا الطريق على أعلى مستوى. هذا هو اللي كنشوف تبارك الله. الإخوان غير صبروا، واللي مزروب ما يدوش من الطريق عين عتيق، هذا هو اللي كاين، اللي مزروب بلا ما يدوز من هنا، هذا هو اللي غادي نقول لكم. كما كتشوفوا معنا هنا، ف جميع مستعملي الطريق الوطنيه في هذا المقطع الطرقي كيستعملوا الطريق الموازيه للطريق الوطنيه، وتم احداث واحد المقطع جديد من تحت على اليسار ديالي، واللي كيدوزوا منه الناس اللي جايين من جهه تماره، هذا هو اللي كاين. فالله يجازيكم بخير كل الحيطه والحضر الى حين نهايه الاشغال. ودي رسالة للناس اللي بغا يتفادى والاكتضاض وهذا، يقدروا يمشيوا على طريق الفلاح اللي يجي من تمارة والرباط، ما بغاش يمشي للطريق الساحلية، يمشي على طريق الفلاح، وكاين الطريق اللي هي الساحلية، هذا هو اللي كاين. فعندكم جوج اختيارات، وعندكم الطريق عاوتاني ديال شارع طريق بنو زياد، شارع طريق بنو زياد كدوز من جهة المارشي ديال سوق الأربع، كطيحك في عين عتيق كطيحك في تامسنا بجوج. يعني الاختيار كيبقى على حسب الاتجاه، على حسب الوجهه. اللي غنأكد على الاخوان هو الصبر ثم الصبر، لانه كاين خدمه كبيره كدار، نتعاونوا جميع ما نزربوش، لان دابا جميع الامور اللي كتعلق بالتشوير الطرقي فهي مؤقته، غادي لا قدر الله شي حادثه تساير، وهذا باش الامور تبقى مزيان. صافي كنشوف الحفاري، كنشوف الكميوات، كنشوف البلايك، وهذا نتقتل تنخرج من ديك البلاصه. الله يجازيكم بخير. شوف تبارك الله، شوف 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 هذا كاين، الله يعطيك الصحه. يا سلام يا سلام يا سلام، أشغال كبرى بعين عتيق. عملية الحفر هنا أقصى اليسار، هناك من يتحدث عن عملية هدم قريبا. أنا كنشوف طريق التوسعة، التوسعة اللي غتعطينا ثلاثة السيارات في المشي وثلاثة في المجي. اللهم يسير. هادشي كيف الرح، هادشي كيف الشرب الخير. وبالليل ردوا البال، الله يجازيكم بخير باش ما يطيح حتى شي واحد في شي حفره هنا، من اجل السلامه ديالكم سيروا بشويه وردوا البال. من اجل السلامه ديالكم الله يجازيكم بخير. هنا المنزه، واش غنقول لكم الاخوان، ما سخيتش بكم ولكن غندير لكم واحد الجوله، اللهم بارك، غتكون اكبر جوله هنا في جماعه عين عتيق. ما سخيتش بكم، غنكمل معاكم. شوف 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 طرف الخبز الاخوان، شوف طرف الخبز الحلال يا رسول الله. الاخوان غنشوفوا العطامه الطريق هاد الناس هادو، انا راه كاين الطريق هادو، كاين واحد التراصه جديد هنايا، كاين حويجات اللي غادي تغيروا في هاد الطريق هادي، كاين بزاف ديال الامور اللي غتبدل. الله يا رب الله، زيد اخويا زيد 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 اوكي. ايوا دابا ركزوا معايا على اليمين،
بعد ما شدينا الاتجاه اللي على اليسر هنا، انا كيتسائلوا بزاف ديال الناس واش غتكون شي عمليه هدم في المحلات اللي هنا، وهذا الناس راه ساكنين هنا كاين اللي خدام، كنتمناهم والله الا كان شي هدم ولا هذا الناس تعوض بالمسائل ديالها بما يرضي الله. الناس راه كتوكل وليداتها من هنا، شو 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 تبارك الله، شو خاص حتى هاد الامور تقاد صراحه. انت الا كانت غتبقى تقاد دار واحد العمليه ديال اعاده التاهيل، شوفوا امور اللي هي زوينه تعطي واحد الجماليه الشارع الحسن الثاني، راه كنهضروا على الطريق الوطني رقم واحد، ما احتمال انه راه حتى حاجه ما غتبقى في هذا الشيء بحكم كنشوفوا العمارات غاديين في هذا الصف هذا. هذا هو اللي كنشوف، شوف 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 الاخوان، شوف عندنا واحد الطريق منحرف هنايا، هو فين غادي نهبطوا بعض اللحظات. خدمه كبيره 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 كدار من طرف الوالي اليعقوبي، الوالي اليعقوبي يخلق الحدث بعين عتاب، الوالي اليعقوبي يخلق الحدث بعين عتاق. صراحة أمور كبيرة كنشوفو هنا، الطريق منحرف كما كتشوفو معانا، غادي نغيرو المسار على اليمين إن شاء الله، أو نكملو نعم أسيدي. شوف سبحان الله ملي كيبغي لك الله واحد الحاجة في واحد الوقيتة في واحد المكان، هي مسألة وقت فقط والأرزاق بالأجل ديالها. شوفوا هاد البلاصه هادي بالضبط لي اليمين ديالي راه شحال ويا بحال نقولوا مرسيه، دابا الطريق غتوسع غيولي هادشي تبارك الله واحد الرواج غيكون هنا، واحد الخدمه زوينه غتكون هنا، والله يسهل على الجميع. السرعه دائما محدده في 40 20 كيلومتر في الساعه، 20 40 كيلومتر في الساعه، يعني ردوا البال هذا هو الطريق الجديده اللي كنمشيو فيها راه تامه. سالينا الاشغال في شارع الحسن الثاني، كون كنظن بعض الاصلاحات في هاد البلاصه هادي كما كتشوفوا، غتكون شي حاجه زوينه الله يسخر للناس ديالهم. هاد البلاصه هادي خاصها شي محطه تكون زوينه، لان كاينه واحد الكثافه السكانيه كبيره هنايا. انا من زاويه اخرى فكتشوفوا معنا كتشوفوا معنا هنايا كاين كنتمناو من القطاع ديال سيارة الأجرة يتقاد، ماشي أول نهار كنشوفو هاد النقاشات في الطريق، ماشي تاني نهار، ماشي تالت نهار، كنتمناو كنتمناو من الله الأمور تقاد. إخواننا نعلو الشيطان، نتمناو من الله ما يكون والو، مكاينش على وجه هذا ولا وجه هذا، نحتارمو بعضياتنا ونمشيو مزيان، هذا هو اللي كاين. واحد الباس تاع الاخوان والبارح في الصخيرات، واحد المحطه اللي ديال الميموزه الباساتين اللي كدير الباساتين من السونطريه الصخيرات، كانت ملونه تما بين صحاب الطاكسي ديال الصخيرات، واحد الشيفو الرباط وصلات لتبادل الضربات واللكم، وانا فهادي امور الاخوان عندها معنى. الله يجازيكم بخير لنغير سلوكنا، لنغير سلوكنا. شويه الصبر الاخوان، هنا هنا بالضبط شويه ديال الصبر باش كلشي يدوز ويقضي الغرض ان شاء الله. عندنا واحد 48 ولا 72 ساعه ان شاء الله هاد الخدمه على هاد النقطه هادي، وغادي ترجع الامور لمجاريها ان شاء الله.
الله يكمل كل شيء على خير. وتحية لجميع الأصدقاء والأوفياء اللي كيتبعونا في القناة ديال الإيموبيليتي مرة صغيرة، شوفوا بارطاجوا الفيديو ديالنا، شكرا لكم. وحنا دائما راه الإشارة كتغيبنا عليكم شوية ظروف العمل، هذا هو اللي كاين. وتلاقاو فيديو جديد إن شاء الله، تهلاو ليا في راسكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.